السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو طنجاوي. موضوع اليوم غادي نشوفوا المشكل اللي وقع بين الجزائريين مع نهضه سبركان. خاو ديري سبرك الله يعين. الله يبارك فيك اخاي ابراهيم. شفتي الجزائر شنو وقع مع المغاربه ملي دخلوا يلعبوا مع نهضه سبركان؟ الله يا اخي، طبعا كل شيء تشافه، ماشي غير احنا مغاربه اللي شفناه، طبعا العالم كامل تشافه، وهذا الشيء هذا طبعا كيف فرحناش هذا الشيء هذايا. احنا يا خصنا الرياضه كتبقى ابار بالنسبه للاستقبال اللي عدلوا لنا هما تما في الجزائر، خلونا يعني مسيبين في المطار تكراسا، ما كاينينش ملاعبيه مسيبين في الارض، جالسين في الارض لا بروده، يعني ما ماشي يعني استقبال بالنسبه للخوت جيران مع بعضنا، يعني ماشي استقبال شي ما يبغيها. واش غنقول لك، حنايا الاستقبال ديالهم تبارك الله استقبلناهم استقبال مزيان، الحليب والتمر والخير موجود، والعسكر ديالنا استقبلوهم، مالك ديالنا كيستقبلوهم، وحنا الشعب المغربي كنستقبلوهم ومرحبا بهم في اي ساعه في اي فرقه في الجزائر مرحبا بها، والجزائر منتخب مرحبا بها، وما جا كاس افريقيا مرحبا به على الراس والعين، يجي يلعب هنايا ياخذ الراحه ديالو، يعني اي احسن حاجه ديال الجزائر. نقولوا خوت مع بعض، خوت مع بعضنا طبعا، حنا عندنا مع الجزائر خاوه خاوه، الشعب مع الشعب عندنا خاوه خاوه، والسياسه خليوها ابار، فهمتي كيفاش؟ الهضره قلتيها مزيونه، قلتي لي يجيو عندنا الجزائر مرحبا بهم. حنا بالعكس، حنا على الراس والعين مرحبا والف مرحبا، حنا يجيو عندنا مرحبا بهم، يلعبوا باي توني عندهم مرحبا، باي تشاكيطه عندهم مرحبا بهم. حنا ما كنفرقوش ما بين الرياضه، ولكن السياسه تبقى ابار، كره مرحبا على الراس والعين، رحبوا بهم كيف ما بغوا. واحسن مدينه في العالم هي طنجه، يجيو يلعبوا فيها، انت كتشوف كامبو الخير موجود، ومرحبا بهم على الراس والعين. عارف غدا ان شاء الله غادي يلعبوا، كاين بارتيدو غدا ان شاء الله. وسمعت كاين سمعت ديك اشاعه كيقولوا حقا الا لعبوا بالخريطه ضد المغرب ما غايلعبوش كونترا ليهم، يعني ما يلعبوش معاهم. حنا كنقولوا لهم مرحبا بهم، إيه بغاو يلعبوا مرحبا، ما كنجريو حتى على شي واحد، وما عندناش مع يعني انا قلت لك واحد الحاجه، السياسه كتبقى سياسه وكره كره، مرحبا بهم يلعبوا معنا مرحبا، ما بغاوش كيبقى الاختيار ديالهم، حنا ما عندنا حتى شي مشكل، بالعكس حنا كنرحبوا بالاخوان ديالنا الجزائريين راه على الراس والعين، وعايشين معنا في المغرب، وعايشين معنا هنايا طبعا، كاينين موجودين بزاف هنايا عندنا وفي سيطوان موجودين جزائريين، ومرحبا بهم، حنا ما عندناش الفرق بيناتنا. والله الله يرحم والديك. دابا هادشي هذا اول حاجه، كره ما خصهاش تدخل السياسه، أن الكرة مجرد واحد الحاجة اللي كنتمتعوا بها وكنتفرجوا، ما عندها حتى علاقة بالسياسة، ولكن النظرة اللي شفت أنا زعما خي إبراهيم هي اللي كانت الخريطة هذه عاملة هادشي هذا كامل، غنديوها معنا في كأس العالم باش نجيبوا كأس العالم ونجيبوا كأس إفريقيا، اللي لعبوا معايا لعبوا معايا بالراي، دخلوا حاس بيدار معنا غير هيدا صار. يعني الراي ديالنا رجع بحال السبع كتقلع كلشي. أصلا من دايما بحال السبع خي إبراهيم، قسما بالله إلى المغرب دايما الحمد لله دايما حنا هما الملوك العالم. دابا قال لك غدا إن شاء الله إلا مشاو تدخلوا بالخريطة ديال المغرب. عين سحب. انا ما كرهتش يطرزوها بخيط الحايك، عرفتي ذاك الحايك اللي كيتخيط الجدود ديالنا، خيطوها كبيره باش ما يدربوش، فهمت؟ يشوفوها غير يشوفوها يحشي ولا صافي اخي ابراهيم. تبارك الله. ونهار كبير هذا طلع كيتهد الزين الله يعزك اخاو ديالي. الله يخط علينا. الاستقبال ديالهم هذوك دخلوا السياسه في الكوره ما ماشي ما نضر فهمتي، هما خصهم يعاقبوهم جميعا، خصهم يعاقبوهم هذا الشيء هذا، دابا تاهم 3-0 جاو لعندنا شافوا استقبال المغرب كيفاش عام. فهمتي المغرب غني ما كاينش السياسه خلوها بوحديت. وغدا ان شاء الله غادي يلعبوا هنا، اي يلعبوا هنا في بركان. غدا قالوا الا لعبوا بالخريطه ديال المغرب غينسحبوا. غينسحبوا ينسحبوا من دابا غيلعبوا به، وصل الفيفا منزله راي المغرب الصحراء كلشي، يعني كلشي يعني كلشي عارف اللي الصحراء المغرب. تبارك الله. خصهم شي دخلوا هادشي. طيب. اجي نسينا فين ماشي. هيك طال. ولا دخلوا عاودوا مغاربه عاملين ديك الخريطه ديال المغرب ما غاديلوش ما يلعبوش معاهم. واذا هادو ما باغينش الخريطه، دابا خلاو الرياضه. اذا مشاو للخريطه، يعني ما مشيناش احنا دابا احنا ولينا بحال تنضادوا مع بعضنا على ديك الخريطه. احنا خصنا الرياضه. داك الشيء رياضه خصها تكون. يعني ما كاينش صافي، احنا تنقلبوا على الخريطه، عندنا نلعبوا الكوره. ديك الساعه وقوم بالدور ديالك. بالرياضي انت رياضي وقوم بالدور ديالك. سلام متابعين ديالك. الله يحفظك اخي ابراهيم. ومتابعين معك بزاف. الله يحفظك اخي ابراهيم. والمشكل اللي قلتي دابا هذا اللي وقع مع نهضه سبركان مع اتحاد الجزائر، مشكله سينا عارف. هما راه حاقدين علينا من بكري فهمتي، ودخلوا لنا السياسه مع فهمتي مع سبور مع الرياضه، ما عندهم حتى علاقه في هادشي هذا. هما دائما من الاول جابدين ديك المشكل ديال الصحراء، حنا الصحراء ديالنا من الاول ديالها ومعترف بها كلشي. تبارك الله. صافي هادشي اللي كاين غدا ان شاء الله غادي يلعبوا هنا. غدا ان شاء الله. شوف الاستقبال كيف كان الاستقبال. الله يا اخي يعملوا لهم الاستقبال، راهما بيدو المسؤولين ديالهم، ما تيناش شي في المطار كيصرحوا بانهم الاستقبال اللي عملوا لهم. مغاربه راه ما تصوروش نعملوهم بديك الطريقه اللي واخا هما عملوا فينا ديك الشيء. شوف الاستقبال ديالهم هما مع الاستقبال ديالنا كاين فرق كبير.
ماشي فرق كبير والسلام، راه شي حاجه اللي ما كتصورش في بال عاد الجار ديالنا وكذا. سينا كتشوف شنو دايرين معنا اخي ابراهيم، وقال لك غدا ان شاء الله الا مشاو تلعبوا بالخريطه ديال المغرب غينسحبوا من الملعب. ايوا فيفا كتحكم اخي ابراهيم، ينسحبوا ما بغاوش ينسحبوا. المهم هو حنايا كيتسمى يعني العالم عارف بان الصحراء مغربيه، وداك الشيء هذاك ما كيدخلش في الرياضه، الرياضه ابار والسياسه بوحده. تبارك الله شتي اللي كاين اخي ابراهيم، الله يرحم والديك. شكرا ابدي ابراهيم اخي. طنجاوه العز طنجاوه بيبا الغزال بيبا خاوه ديالي تهلا رحمتك. كما شفتوا هذه هي كانت الاراء ديال الناس في الشارع، وانتم شنو الراي ديالكم؟ خليوها في الكومنتير. سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.